اهلا بكم من جديد والى التفاصيل. حقق فريق النادي الاهلي لكرة القدم مواليد 2005 الفوز على نادي الشارقة الاماراتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن البطولة الدولية بدبي. وفي المباراة الثانية خسر النادي الاهلي من نادي سيلتا فيجو الاسباني بهدفين دون مقابل. وعشان نتعرف على تفاصيل اكثر معنا على الهاتف المهندس خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير يا احمد ومساء الخير بجميع الساده المشاهدين. مشاركه النادي الاهلي في بطوله عالميه فيها فرق كبيره، مانشستر سيتي، ليفربول، برشلونه، ريال مدريد، حاجه جميله جدا بتبرز مكانه النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت فن. تمام، وده طبعا دي زي ما قلت انا في هنا مع برعه المراسل بتاع المركز العالمي في النادي الاهلي ان دي احد اهم برامج عائلة الأهلي اللي كابتن خطيب كان نزل بهذا بالمجموعة بتاعته، وهي الاهتمام بالناشئين ومش بس ناشئين كرة القدم، لا كل الألعاب. يعني النهارده الكاراتيه بيسافر، السباحة بتسافر، فكرة القدم طبعا مهم جدا يبقى في محك دولي، محك الولاد طبعا قد كده سعداء إن هم يكونوا بيلعبوا في بطولة كبيرة فيها برشلونة، فيها ريال مدريد، فيها سيلتا فيجو. سيلتا فيجو بالمناسبة اللي هو كسبنا النهارده الحقيقة، وإحنا كنا يعني عملنا ماتش كويس بس يعني كان في عدم توفيق اللي خد البطوله السنه اللي فاتت. زي ما قلنا فيها مانشستر يونايتد، في ليفربول، في برشلونه، ريال مدريد، يعني اسماء كلها كبيره جدا، يوفنتوس، اسماء كلها كبيره جدا، والنادي الاهلي مكانته مش اقل من الناس دي عالميا. وعشان كده كان ميشيل سالجادو وصديق يعني من 2001، من ايام استضفناهم سنه 2001 في مجدنا ريال مدريد في يلعب النادي الاهلي، الحقيقه حرص ان هو لازم النادي الاهلي يكون موجود لان دي ثاني سنه يعملها. السنه اللي فاتت للاسف ما كناش احنا موجودين، فما كانش في علاقه قوي بينه وبين اي حد من النادي الاهلي. لكن انا شايف ان دي حاجه تجربه مفيده وتجربه محترمه، وان شاء الله باذن الله تتكرر. وانا حتى يمكن لو كان كابتن زيزو موجود معايا وعلى طول جالنا احد الرؤساء الانديه بتاع في استراليا، وهم منظمين برضو بطوله في ماليزيا، سوري في ايلاند، في يونيا يوم 17 يونيو بعد كاس العالم، وعلى طول نفسهم النادي الاهلي يشارك فيه برضه. فالحقيقه وجود النادي الاهلي في المحافل الدوليه ده بيفتح مجالات كتير، بيفتح مجالات كتير بتبادل خبرات، بيفتح تعاون. فان شاء الله باذن الله تعالى تكون تجربه مفيده وتكون بدايه انطلاق ان شاء الله النادي الاهلي العالميه من خلال قطاع الناشئين والفرق الاخرى. مهندس خالد، عايز اسال حضرتك على الاجواء. اكيد حضرتك حسيت ان والولاد مواليد 2005 يعني مبسوطين جدا بيلعبوا فرق بهذا الشكل، اكيد الجاليه المصريه هناك، تواجد النادي الاهلي في اي شيء شفنا في لقاء السوبر من قبل امام النادي المصري والان في البطوله الدوليه للناشئين. طبعا النادي الاهلي وجوده في المنطقه العربيه وبالذات في الامارات، على طول الجاليه المصريه بتبقى واريه وبتلتف حواليه بغض النظر هم الولاد صغيرين او النادي الاهلي اسم كبير، ودايما الناس بتمشي وراه وبتشوفه فين وبتتفرج عليه. فطبعا ما فيش شك ان دي برضو حاجه بتجمع الناس مع بعض وحاجه كويسه وحاجه مشرفه، والولاد مشرفين. يعني شوف الالتزام، يمكن برضو كابتن زيزو كان بيتكلم معايا، اي حد بيخش القالب بتاع النادي الاهلي لازم بيمشي في الـ في الـ في الـ في التراي شانل زي ما بيقولوا، في القناه المضبوطه، ما بيعرفش ايه، مجرد ان هو بيبقى لابس الفانيلا الحمراء لازم تلاقيه ماشي كده في اتجاه ما بيعرفش يحيد عنه. فالحقيقه كله بيمشي في القالب، الولاد كلها يعني الحقيقه مؤدبه جدا، ملتزمه جدا، المدربين الكابتن محمود صالح، احمد سمير، يعني حاجه مشرفه، بعثه مشرفه. والحقيقه انا يعني سعيد ان انا اكون موجود فيها، وباذن الله تكون حاجه كويسه وان شاء الله نعمل نتائج كويسه. وعلى فكره بغض النظر عن النتائج، مشاركه هي المشاركه اهم شيء يا فندم، دي حاجة مهمة جدا وحاجة متهيألي احنا محتاجينها عشان زي ما قلنا ننطلق للعالمية ونبدأ من حيث انتهى الآخرين. أديك شايف ريال مدريد يعني فرقة جامدة جدا، أنا برضو كنت بتفرج عليها مع كابتن زيزو، بتحس إن ريال مدريد درجة أولى بتلعب يعني الحقيقة نفس الفكر بتاع الدرجة الأولى. فبرضو الحاجات دي احنا النادي الأهلي محتاجها عشان زي ما قلت نواكب الكرة العالمية، وبإذن الله تعالى يبقى لينا باع كبير قوي في الوسط الكروي العالمي. الماتش الجاي امتى يا فندم؟ احنا بكره ان شاء الله هنلعب الساعه 12 على الاكاديميه الكنديه. هم تعادلوا مع الشارقه، المهم المجموعه بتاعتنا هم، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونكسب يبقى نطلع التانيين يعني، ويبقى بقى ان شاء الله نخش في الـ في الـ في الكورتر فاينل والسيمي فاينل، وربنا يكرمنا باذن الله. باذن الله. مهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.